شحاني شحاني هذا التحدي، هذا الرئيسي مع الشحانية وهجنها. هذه منحة تهدي إلى مقام سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه ناموس هذا الشوط. ناموس يا أهل قطر عشاق الشعار الأدعم، هذه منحة تنتزع الشوط الرئيسي. مشكور يا الذهبي. مشاهدينا الاعزاء حياكم الله في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات ان نلتقي مع المضمر الشبل جابر بن فاران المري متحدثا عن فوز من حاف الشوط الاول للحيل، اقوى شوط الحيل. جابر الف مبروك الفوز وتستاهل، ونقول جعلنا مسن دائم. الله يبارك لك وتستاهل الف خير. نعم، وش سلاله من حاف؟ تنحدر من سلاله الواعي بعير سمو امير البلاد المفدى والام محليه. مشاركاتها قبل الشوط الليله؟ مشاركاتها السنه قويه، دائما تجي وصيفه على الرموز العام وقبل العام. شوط له تخطيط له تكتيك، وين كانت من حاف في اثناء مسار الشوط؟ كان مسار من حاف خلف الخمس، وحن مخلينا خلف الخمس اللي آخر الأمتار. انطلاقتها قوية في النهاية، كيف شفت انطلاقة منحة في هذا الشوط الرئيسي؟ انطلاقتها اللي حن نعرف، ونحمد الله على ما أعطى منها. الحمد لله. لمن تدير فوز الليلة؟ هدي لصاحب سمو أمير البلاد المفدى وللأمير الوالد وللشعب القطري. نقول بيض الله وجهك وجعلنا مسن دائم. وجهك وجهك أبيض.